أشار الداعية الدكتور سلمان العود بما تشهده السلطنة من أمن واستقرار ونهضة وحضارة، مرجعا كل ذلك إلى مناخ التعايش في السلطنة والذي وصفه بأنه تعايش حقيقي. ويقوم العود بزيارة للسلطنة بدعوة من مؤسسة تآلف لإلقاء محاضرتين، وفي حوار خاص مع الشبيبة قال: لا شك أنه في عمان هناك حالة تعايش قديمة وقائمة، وفي نظري وتقديري أنها حقيقية، وهذا شيء مهم جدا. فهذه لا شك أنها نعمة، لأننا لا نتصور وجود نهضة ولا تنمية ولا حضارة ولا تطوير ولا بنية تحتية ولا خير ولا وئام ولا انسجام ما لم يكن هناك حالة من الأمن والاستقرار، بأنه أرزاق الأرض تشبعنا جميعا، وجغرافية الأرض تسعنا جميعا، وتاريخ الأرض يلهمنا أن نتعايش فيما بيننا. فلا مناص من أن يعيش الناس بعضهم إلى بعض بالحب والود والسلام والوئام والانسجام وتقاسم لقمة العيش والكساء والغذاء والدار، وأن تعود الأمور إلى مجاريها. والشباب المسلم هم أمل الحاضر وأمل المستقبل، ولا شك أنه دورهم عظيم وكبير. واليوم الشاب أصبح لديه استقلالية كبيرة في ظل المتغيرات الهائلة في التقنيات وفي الحياة الإنسانية والبشرية والتواصلية، ومن هنا حقيقة ينبغي استثمار هذه الحرية وهذه المساحة في تحمل المسؤوليات، في خدمة المجتمع، في صدق الانتماء للأسرة، في نفع الآخرين، في القيام بالأعمال النفعية والأعمال الطوعية، وإثراء المؤسسات المدنية بالبر والخير والعطاء. يعني مهم جدا توعية الشباب بهذا الدور وتحفيزهم وتشجيعهم وتسهيل مهمة الوصول إلى هذا الهدف الكبير. الانتماء هو الهوية. نحن اليوم نواجه كما يسميه بعضهم العصر هذا، يقول عصر صراع الهويات، فرق بين أن تستفيد مما عند الآخرين من المستجدات، وهذا مطلب بل واجب، وبين أن تفقد هويتك فتتوه. وهذه الهوية ليست سجنا أو سورا، وإنما هي منصة لانطلاق هذا الشاب إلى أن يتأثر بالآخرين ويؤثر فيهم.